الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تحفيظ الآيات الكريمة بطريقة المصحف الموضوعي إن شاء الله تبارك وتعالى. موضوع هذه الآيات الكريمة أو بداية هي الآيات من آية رقم 8 إلى آية رقم 18. موضوع الآيات الكريمة وصف شدة الأذى في جهنم والعياذ بالله، وهول التعذيب بها، وصل شدة الأذى في جهنم وهول التعذيب بها، وصفات الإنسان من غير إيمان واعتقاد، وصفات الإنسان من غير إيمان واعتقاد، وصفات الإنسان من غير إيمان واعتقاد. يعني في هذه الآيات من 19 إلى آية 21، هنا صفات الإيمان من غير إيمان واعتقاد، وهذه الآيات الأولى يوم تكون السماء إلى وجمع فأوعى، وصف جهنم والعياذ بالله، أو وصف شدة الأذى في جهنم وهول التعذيب بها. ممكن نضع عنوان مختصر ونقول وصف جهنم، وصف جهنم ووصف الإنسان غير المؤمن، ووصف الإنسان غير المؤمن أو ناقص الإيمان، وصف جهنم ووصف ناقص الإيمان، يعني يصح هذا إن شاء الله تبارك وتعالى ويكون عنوان مختصر. والآن شرح الآيات أولا قبل التكرار. يقول الله تبارك وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل. وهذا من أهوال هذا اليوم العظيم، يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة والعياذ بالله. يوم تكون السماء كالمهل، يعني مثل تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب وغيرهما، تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب وغيرهما. وتكون الجبال كالعهن، يعني تكون الجبال مثل الصوف في الخفة، مثل الصوف في الخفة. الصوف هذا يعني معلوم شيء خفيف، فتكون الجبال على شكلة هذا الصوف. ولا يسأل حميم حميما، يعني لا يسأل قريب قريبا عن حاله، لأن كل واحد مشغول بنفسه في هذا اليوم، كل إنسان مشغول بنفسه في هذا اليوم، لا يسأل الوالد عن ولده، ولا الوالد عن والده، ولا عن صديقه، ولا عن زوجته، ولا عن صاحبه، لا يسأل عن أحد، كل إنسان سيكون مشغول بنفسه، نفسي. يبصرونهم، يعني يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه. يبصرونهم، يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني مع ذلك لا يسأل أحد أحدا لهول الموقف. يود من استحق النار أن يقدم أولاده للعذاب بدلا منه. تمنى الكافر المجرم أن يلقي بأولاده في النار حتى ينجو هو من عذاب الله عز وجل. وصاحبته وأخيه، يعني يفتدي بزوجته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه، يعني يفتدي بعشيرته الأقربين منه زي أصحابه، الذين يقفون معه في الشدائد. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يعني يفتدي بمن في الأرض جميعا من الإنس والجن وغيرهما، ثم يسلمه ذلك الافتداء، ثم يعني يسلم هو بسبب هذا الافتداء وينقذه من عذاب النار والعياذ بالله. كلا إنها لظى، يعني ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم، إنها نار الآخرة تلتهب وتشتعل. نزاعة للشوى، يعني هذه النار تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها. نزاعة للشوى، تفصل جلدة الرأس، تنزع جلدة الرأس، تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها. تدعو من أدبر وتولى، تنادي من أعرض عن الحق وأبعد عنه ولم يؤمن به ولم يعمل به. وجمع فأوعى، يعني جمع المال وضن بالإنفاق منه في سبيل الله عز وجل، بخل بما أتاه الله عز وجل. إن الإنسان خلق هلوعا، يبين الله تبارك وتعالى صفات الإنسان ناقص الإيمان، يعني خلق الإنسان شديد الحرص، إذا مسه الشر جزوع، إذا أصابه ضر من مرض أو فقر كان قليل الصبر، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. وإذا مسه الخير منوع، وإذا أصابه ما يسر به يعني من خطب وغنى كان كثير المنع لبذله في سبيل الله عز وجل. إذا أصابه ما يسر به يعني من خصب أو سعة وغنى كان كثير المنع لبذله في سبيل الله. إلا المصلين، يعني إلا المصلين فهم سالمون من تلك الصفات الذميم، وهذا الذي سيكون في المقطع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الآية الكريمة
من فوائدها شدة عذاب النار، حيث يود أهل النار أن ينجوا منها بكل وسيلة مما كانوا يعرفونه من وسائل الدنيا، من وسائل الدنيا. شدة عذاب النار حيث يود أهل النار أن ينجوا منها بكل وسيلة مما كانوا يعرفونه من وسائل الدنيا. والآن مع تكرار الآية الكريمة بطريقة أو بنمط الشيخ الحصري إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى نحفظ هذا النمط وننمي مدرسة الشيخ الحصري في أنفسنا إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن أداب التكرار رقم 1، ضع إصبعك على الكلمة إن كنت على طهارة. رقم 2، تقرأ بصوت مسموع مع التغني بنفس النمط الذي أقرأ أنا به. رقم 3، تتفكر في الآيات في حال التكرار، تتفكر في الآيات الكريمة في حال التكرار. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تكون السماء كالمهل، 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 وتكون الجبال كالعهن، 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 يوم تكون السماء كالمهل، 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 وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، 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 يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، ببنيه وصاحبته وأخيه، ببنيه وصاحبته وأخيه، ببنيه وصاحبته وأخيه، وفصيلته التي تؤويه، 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 ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى، كلا إنها لظى، كلا إنها
إنها لظى. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. والآن بعد هذا التكرار تقرأ هذه الآيات عدد 50 مرة وتحفظ بأمر الله تبارك وتعالى. أسئلة الدرس: ما معنى يبصرونهم؟ ما معنى يبصرونهم؟ وما معنى فصيلته؟ وما معنى تؤويه؟ ما معنى يبصرونهم وفصيلته وتؤويه؟ هذا واجب إن شاء الله تبارك وتعالى للإجابة عن هذه الأسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.